السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا الآن متواجدين في منطقة ترسين. لا تنسوا الاشتراك في القناة والضغط على زر التنبيهات. زي ما قلت لكم متواجدين احنا في منطقة ترسين. منطقة ترسين منطقة هادية زي ما قلت لكم. منطقة حلوة قريبة من منطقة يمرة، تجي اصلا هي بعد منطقة يمرة على طول، اللي هي منطقة كاشستو ويمرة، بعدها تجي منطقة ارسين. منطقة ارسين معروفة بالشاطئ ارسين اللي في ساحل ارسين. ساحل ارسين المتميز فيها المطاعم السياحية المعروفة والمطعم العربي اللي معروف مطعم أسر هتاي، بالإضافة إلى مضمار منطقة ارسين اللي هو مضمار الدراجات، وممشى خاص بساحل ارسين. زي ما انتم شايفين الطبيعة الحلوة هذه الواحد يستمتع فيها هو قاعد في البلكونة الخلفية التابعة للشقة. المنطقة الأمامية إطلالة بحر. الشقة اللي بنصور فيها شقة في البناية هذه زي ما انتم شايفين، صاحب المجمع بنى ثلاثة بنايات زي ما انتم شايفين على شكل واحد. الثلاث البنايات هذه كلها مشابهة لبعض، بناية تكون من أربع طوابق، في كل دور فيه شقتين، بالإضافة إلى الدكان اللي في الدور الأرضي. تعالوا مع بعض نديكم تفاصيل كاملة للشقة. وصلنا احنا بوابة البناية. زي ما انتم شايفين البوابات كلها برقم سري. مدخل البناية من هنا موجود مصعد في كل بناية. وصلنا احنا الدور الاول. زي ما انتم شايفين موجود شقتين في كل دور. الشقة هذه شقة ثلاث غرف صالة بمساحة 165 متر مربع. مقابل باب الشقة عندنا المنطقة هذه منطقة نقدر نحط فيها دولاب خاص بالأحذية والعباءات، منطقة كبيرة نقدر نستغلها بهذا الشيء. يمينا هنا يمين المدخل عندنا الصالة. زي ما انتم شايفين صالة كبيرة تقريبا 6×5 تقريبا مساحة الصالة، كبيرة وشرحة، إنارات ليد مخفية، ديكورات سقفية، بالإضافة إلى التدفئة المركزية اللي موجودة في كامل الشقة. وعندنا مخرج للبلكونة الأمامية التابع للشقة. بلكونة جيدة مساحتها نقدر نقول 2×6 مساحة البلكونة، وإطلالة البلكونة أيضا إطلالة بحرية. شوفوا ما شاء الله تبارك الله إطلالة البلكونة الأمامية إطلالة بحرية. المنطقة الأمامية اللي انتم شايفينها هذه كلها منطقة تابعة للجامعة. البناية البرتقالية اللي أمامكم هذه هي بناية الجامعة. ويسار البناية هذه موجودة للخدمات كسوبر ماركت ومحطة، نقدر نستفيد من الخدمات اللي موجودة. يعني أقرب سوبر ماركت هذا هو، بالإضافة إلى بقالة قريبة وراء البناية. المنطقة هذه منطقة تابعة للجامعة، مسوين عقد طويلة الأمد، يعني غير ممكن أنه أحد يبني ويقفل علينا الإطلالة. لو نلاحظ يميننا موجود جامع، خلف المجمع أيضا في جامع آخر، يعني موجود جامعين، يعني شيء جميل. والطريق المؤدي إلى ساحل أرسين جدا قريب، تقريبا 300 متر وإحنا على شاطئ أرسين بنوصل على طول. ميدان أرسين كمان أيضا وراء الجامع بالضبط، وراء الجامع هذا ميدان أرسين، يعني أشياء نقدر نأخذها من ميدان أرسين وخلف الجامع. تعالوا مع بعض نكمل تفاصيل الشقة. نطلع من الصالة نجي على المطبخ. زي ما انتم شايفين مساحة المطبخ مساحة كبيرة. تعودنا في الشقق اللي موجودة في طرابزون وأيضا في اسطنبول أو مدن تركية أن المطابخ دائما تكون صغيرة. المطبخ هنا مطبخ كبير وشاسع، بالإضافة إلى دواليب راكبة وجاهزة وحلوة، ونظام هيدروليك لسحب الأدراج والدرف.
وفي مخرج آخر للبلكونة من المطبخ أيضا. إطلالة المطبخ إطلالة بحرية أيضا. نطلع من المطبخ نتوجه إلى تفاصيل باقي الشقة. لو نلاحظ أنه الصالة والمطبخ لحالها والثلاث الغرف النوم لحالها. نجي هنا على الحمام الأول وأنتم بكرامة، نظام عربي. عندنا الغرفة الأولى هذه مساحتها جيدة، نقدر نقول 3×3 تقريبا. بجوار الغرفة الأولى عندنا الغرفة الثانية. الغرفة الثانية أيضا مساحتها تقريبا 3×3. نطلع من الغرفة الثانية، يسار الغرفة الثانية بالضبط عندنا دورة مياه خاصة بالشقة، دورة مياه متكاملة من مروش وكلوزت ومغسلة. وأخيرا غرفة الماستر. مساحة غرفة الماستر أكبر بشوي من الغرف الثانية، نقدر نقول 3.5×4 أو 4.5×4 تقريبا، 4.5×4 معلش. ولها حمام خاص فيها، دورة مياه متكاملة وأنتم بكرامة من مروش وكلوزت ومغسلة. وغرفة الماستر أيضا لها بلكونة خاصة فيها، بلكونة صغيرة نقدر نستفيد منها. وإطلالة البلكونة الخلفية إطلالة خيالية على الطبيعة من الخلف، الواحد يحط هنا كرسي أو مرجحة صغيرة ويستمتع بكاسة الشاي أو كاسة القهوة في الصباح على إطلالة الطبيعة وصوت العصافير. شيء جميل ما شاء الله تبارك الله. ميزة المنطقة هذه الهدوء والاستكنان. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد.